عالم، وزي ما بنقول كده هنستمتع في شهر كده، شهر بحاله فيه كورة حلوة، كورة منتخبات ونجوم من كل أنحاء العالم هيبقوا متواجدين في دولتنا، دولة قطر الشقيقة، من خلال بطولة مهمة لكل العرب. أكيد كلنا هنبقى سعداء إن شاء الله بالتنظيم وبالشكل اللي هيكون متواجد فيه كأس العالم في قطر إن شاء الله. خليني أسألك عبد الحميد قبل أي شيء، طبعا هو البطولة هتبقى كبيرة، طبعا هنقصها إيطاليا طبعا، هنقصها مصر، هنقصها مصر والجزائر، والجزائر، هنقصها تشيلي، كولومبيا، يعني تقريبا دول في دول إيطاليا. طبعا، لكن في نجوم يعني، يعني منتخبات طبعا بتضم طبعا نجوم كبيره. خلينا اسالك في البدايه على المنتخبات العربيه، رايك اكتر المنتخبات ممكن شايفها ان ممكن تكمل مشوار في هذه البطوله من خلال المغرب. مجموعاتها طبعا، المغرب اتخيل انها ممكن مع بلجيكا، مع قصدي مع بلجيكا، مع بلجيكا وكرواتيا وكندا صعبه، ولكن ربما ليه لا. وفي افضل توالت ايه، في افضل توالت؟ لا لا لا، مفيش توالت، هم خلاص اول وثاني بس، اول وثاني فقط بس. يعني ليه لا ما تعملش مفاجاه وتتاهل مع بلجيكا؟ بلجيكا طبيعي في المجموعه ديت هتكون هي المتصدره. كرواتيا، كرواتيا وكندا، لا سيبك من كندا دي. على فكره كندا بتجهز نفسها لكاس العالم عندها طبعا، فبتعمل وعندهم يعني الفونسو ديفيز، وفرقه مش بسيطه. بس برضو المنتخب المغربي يعني وارد جدا ان هو ممكن يعمل مفاجات. قطر في مجموعتها شايفها مجموعه مقبوله، بس برضو بوجود السنغال اتخيل ان السنغال وهولندا هما الاقرب للتاهل في المجموعه ديت. اكوادور هتعمل طبعا جيم كويس يعني، او بطوله معقوله في المجموعه دي، ولكن قطر معتمده بقى على الارض والملاعب والجمهور اللي موجود هيساندها. وبمناسبه الجمهور، انا بشيد بفكره الرابطه العربيه الموحده، في دلوقتي فكره بتتعمل او خلاص اتنفذت وبقت موجوده على ارض الواقع، الرابطه العربيه الموحده اللي هتشجع اربع المنتخبات اللي موجوده، قطر والسعوديه وتونس والمغرب، هتكون في كل المباريات. يعني حتى حضرتك في جاليه تونسيه هتشجع المغرب وهتشجع قطر والسعوديه في ماتشاتها كلها، وكذلك السعودي وكذلك القطري. فكره حلوه جدا طبعا، وهتعزز من وجود الجمهور العربي. لعبوا بعض ما اعتقدش انها تبقى في فرصه لزي دي يعني، لو حصل احنا نتمنى طبعا ان هم يوصلوا لابعد نقطه، بس يعني بالحسابات الفنيه هتكون الموضوع صعب. قطر مستعده بشكل جيد جدا، واستغلال